اجي جربي معايا هاد البوتيتوس في الفران، ما كاين لا قليان صحيا والوليدات كيحماقوا عليها، ما واحد الصوص بيضاء. يا سلام. اول حاجه غادا نحتاجو البطاطا بالقشور ديالها، كنغسلها مزيان وكنقطعها على هذا الشكل، واحد شويه غليظه تكون. وغادا نزيد ليها معلقه كبيره ديال الشابلور ومعلقه كبيره ديال الدقيق الابيض، شويه ديال زيت العود، وغنزيد مليحه معلقه صغيره ديال الثومه بودره، شويه ديال البزار، ومعلقه صغيره ديال الاعشاب منسمه ولا الزعتر، شويه ديال التحميره، وشويه ديال الكمون. كنخلط كلشي بحال هكا، وغناخذ البلاطو اللي غندخلو الفران كنفرش عليه بابي كويسون، كنحط البطاطا ديالتي هكا بلا، كندخلها للفران مسخن على 200 درجه حتى طيب ليا، وغندوزو نصايبو لاصوص ديالنا. غناخذ معلقه كبيره ديال الكريم فريش ولا دانون مسوس، معلقه صغيره ديال الملح ديال الثوم بودر، شويه ديال المليحه، وشويه ديال المعدنوس ناشف، وها لاصوص ديالنا واجده. هاد لاصوص البنات راه كتجي اكثر من رائعه، وها البطاطا ديالتنا وجدات وبالصحه والراحه.